عليكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي شوفوا السينما. البرنامج من خلاله كنتعرفوا على جديد نجوم اسرارهم وخفاياهم. كان لنا لقاء مع النجمه المغربيه الشابه فرح الفاسي، من خلاله حاولنا نتعرفوا على جديد الاعمال ديالها. ان شاء الله غادي يخرج الفيلم السينمائي ديال محمد شريف الطريباق اللي اسمه افراح صغيره، وان شاء الله موراه غيخرج الفيلم ديال فريد لكيمي اللي صورته في شهر 8. وان شاء الله دابا كنوجد مع محمد اسماعيل فيلم سينمائي حتى هو اللي اسمه حتى اخر المطاف. يبدو ان هذا العام عام الافراح الهوليوديه، فبعد ان دخل كل من جورج كلوني وبراد بيت القفص الذهبي، ها هو دا نجم اخر يقترب منه بسرعه. بنديكت كامبرباتش النجم البريطاني يعلن خبر خطوبته بالممثله والمخرجه المسرحيه صوفي هانتر، بينما كيف افضل اغلب المشاهير الاعلان عن خبر زواجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك تويتر او انستغرام، قرر بنديكت كامبرباتش الاعلان عن خطوبته بطريقه تقليديه وهو نشر الخبر في صحيفه تايمز الشهيره. لا يكف النجم الراحل احمد زكي عن مفاجاتنا حتى بعد وفاته، فهناك العديد من الاسرار والصور التي لا زالت تكشف عن نفسها وعن مدى اجتهاده وسعيه في مجال الفن. فقد نشرت صوره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للنجم احمد زكي تجمعه مع النجم الامريكي روبرت دينيرو. يقال أن الصورة أخذت عندما كان روبرت دينيرو يشاهد فيلم زوجة رجل مهم وأشاد بعبقرية الراحل أحمد زكي. أما في جديد الأفلام فكيستعد كاتب السيناريو الأمريكي داني بويل لكتابة سيناريو فيلم جديد كجسد شخصية الراحل ستيف جوبز الذي كان يدير شركة أبل، لكنه لم يستقر بعد لاختيار اسم الفيلم، كما أنه لم يستقر أيضا لاختيار البطل الذي سوف يجسد شخصية ستيف جوبز، خاصة بعد أن اعتذر الممثل الأمريكي كريستيان بال على أداء الدور. سيرينا فيلم دراما أمريكي مبني على رواية الكاتب رون راش، فيلم من إخراج سوزان بيبر ومن بطولة جينيفر لورنس وبرادلي كوبر لجو بدور المتزوجان جورج وسيرينا. كتدور أحداث الفيلم في كارولينا الشمالية خلال فترة الكساد، وتصبح إمبراطورية جورج معقدة عندما يعلم بأن زوجته عاقلة. بيج هيرو 6 فيلم من إخراج دون هال وكريس ويليامز ومن بطولة جوش هاتشرسون وسامويل إل جاكسون. كدور أحداث الفيلم حول مخترع رجال آليين كيكشف مخطط للقضاء على المدينة وكيحاول إنقاذها بفضل رجاله الآليين. أما في آخر فقرة مشاهدينا فاخترت لكم فيلم للعندليب الأسمر وشادية معبودة الجماهير. فيلم استمر عبد الحليم حافظ في تصويره أو تمثيله أكثر من 4 سنوات بسبب وعكته الصحية المستمرة، لكنه كان من أروع ما قدمه خلال سنة 1967. باش تعرفوا المزيد عن قصة الفيلم كنصحكم بمشاهدته. بهذا الحلقة ديالنا تسالات، موعدنا كيتجدد السبت المقبل إن شاء الله، فكونوا في الموعد وإلى اللقاء.